في إطار احتفالات مصر بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، رصد مراسل التلفزيون المصري عودة الأمن والاستقرار لمدن سيناء الحبيبة وتواصل جهود التنمية والمشروعات. المزيد مع الزميل محمد الخطيب. مشاهدينا الكرام، بعد التحية نحتفل معكم بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة من هنا من أرض الفيروز من شمال سيناء. نحتفل معكم بانتصارات كان لها الأثر العظيم والقدرة الكبيرة للجيش المصري في الحفاظ على وطنه وبلده وشعبه. وكما كان هناك انتصار في 73، كان هناك أيضا انتصار عظيم في 2014، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع الكبير لتنمية شمال سيناء. ومن هنا بدأ قطار التنمية ليصل إلى جميع المحطات، سواء كانت محطات ملفات التعليم، ملفات الصحة، الإسكان، البنية التحتية، مياه الشرب، محطات الكهرباء، كل الملفات التي تحقق فيها إنجاز كبير بفضل القيادة السياسية وبفضل الإصرار والعزيمة. ملف التعليم كان من الملفات التي تحقق فيها طفرة كبيرة، سواء كان على الملف، سواء كان للملفات المدارس التكنولوجية أو حتى مدارس اليابانية وغيرها من المدارس. نتحدث عن حوالي أكثر من 600 مدرسة بعد أن كانت 80 مدرسة. إذن نحن في تطور كبير وتطور مستمر، هذا بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة وتشغيل المدارس الأخرى في سواء كانت في المدن أو حتى في بئر العبد. في ملف الصحة أيضا كان هناك اهتمام كبير بالمستشفيات الخاصة، سواء كانت بالمستشفيات مستشفى العريش العام والذي تم رفع كفاءته بصورة كبيرة وإنشاء مباني إضافية للغسيل الكلوي والأخرى للحروق وغيرها من التخصصات التي يحتاجها المواطن السيناوي. أيضا في ملف الإسكان، وهنا نتحدث عن مدينة رفح الجديدة، 10,000 وحدة سكنية للآلاف من المواطن السيناوي لكي يكون هناك حياة راقية يستمتع بها في ظل وجود قيادة سياسية حكيمة. ملفات أخرى عديدة، ونذكر منها أيضا ملف الصناعة. نتحدث هنا عن المشروع القومي والمدينة الصناعية المتكاملة والتي شملت 6 مصانع، منها مصنع لإنتاج المستلزمات البلاستيكية وأيضا مصنع لإنتاج وتقطيع الرخام، هذا بالإضافة إلى مصانع للزيتون وأيضا مصانع أخرى للطوب الأسمنتي. العديد من المشروعات القومية شهدتها شمال سيناء لتصبح من مدينة الحروب إلى أيضا مدينة الاستثمار والانطلاق، كل هذا بفضل القيادة السياسية الحكيمة التي كانت ورأت أنه لا بد أن تكون شمال سيناء في صدارة المشهد. وكل عام وأنتم في انتصارات وعزة وكرم.